بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف والعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت
أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاحدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطاتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك، وأمتها على شهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله today I will deliver to you a short speech, or in Arabic we call it tazkirah. You still remember our shared values? That it is iman, ihsan, itqan. So iman, what is iman? Iman is God conscious, meaning we believe that we are here on a God-given mission, Allah's given mission. What we do in irshad is an ibadah. We strive to undertake this mission with amanah and taqwa. The next one, the second one, is people-centeredness. That is ihsan, meaning our existence is to serve others in Allah's cause. Each person we encounter in irshad is important. We treat everyone with empathy and respect. And the third values, excellence driven, that is itqan. So we have iman, ihsan, and itqan. We believe that this noble mission deserves only the best. We strive at giving our best every time. We are committed towards delivering our work with passion and professionalism. So for this morning, I will kick off, start with iman, God consciousness. Meaning, we are conscious that Allah exists and Allah is looking at us. So first, we believe that we are here on a God-given mission. What we do in irshad is an ibadah.
We strive to undertake this mission with amanah and taqwa. So, as students of Irsyad, we should feel privileged to be a madrasah student, as Allah has decided to make us learners of His Quran and Hadith. We are the heritage of the prophets and his companions and the Salafus Salih. Thus, every single moment that we are in the madrasah, we should be mindful of our life as an ibadah. For example, eating is an ibadah because we want to stay healthy to be able to perform our ibadah well. Studying is an ibadah because Allah loves those who put effort to learn and improve themselves. So lastly, is the reflection, meaning you can write in your diary. Number one, do you feel that it is a privilege to be a madrasah student? Think of reasons for your answer. And then later, you can share with your friends. Alhamdulillah, I've been given this privilege to be part of the teachers in this madrasah. And I acknowledge that I was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to be in this madrasah. Number two, how can we explain that everything we do in Irsyad is an ibadah? You think of examples. Okay, we start our morning assembly in this madrasah with the recitation of Al-Fatiha, Ummul Kitab. So I would like all of you to internalize the meaning of Al-Fatiha, all the 7 ayahs of Surah Al-Fatiha. Next, we have Asma'ul Husna. We glorify the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And next, we recite our dua. And we also do our intention, that is niyyah. Niyyah ta'allum wa ta'alim. So let us reflect. Let us ponder on the meaning of all the dua, the meaning of our niyyah. So, as to know that our amanah, to bear with the amanah, with their responsibility. So what's the meaning of amanah? It is responsibility. As mentioned in Surah Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Those who are faithfully true to their amanah and to their covenants. So when they are entrusted with something, they do not betray that trust. This is the attribute of mu'min. They fulfill it. And when they make a promise or make a pledge, they are true to their words. And secondly, taqwa. Taqwa means fearing Allah subhanahu wa ta'ala alone. Okay? All our deeds. We must bear in mind that Allah is looking at us. Allah is observing us. Allah is monitoring us. And we have malaikas around us. So please, do good deeds. And these are the example. We want example from all of you. And number one, give an example of being a person of amanah. So as a reflection, the next one, give an example when you are not being responsible to yourself,
to your family and to Allah? What action indicate that we are not having taqwa? So when you answer to all these examples, this is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. You don't have to share with your friends. And inshallah, I think that's all for today. I hope we try our best to fulfill our amanah and to fulfill our taqwa to Allah subhanahu wa ta'ala and to observe our iman, our belief towards Allah subhanahu wa ta'ala. It is very simple. As you have memorized before, the six tenets of iman. First, you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qada'i wal qadari khairihi wa sharrihi. You believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Believe the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. And we were created by Allah subhanahu wa ta'ala. Believe in the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. The angels of Allah subhanahu wa ta'ala, the malaika. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. And believe in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. And the special that was sent to us, the special book that was sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala through his malaika to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is Quran. So you have to preserve the Quran. You have to memorize the Quran. And you have to internalize the Quran. Next, iman with the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. You can memorize the 25 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Believe they were sent by Allah subhanahu wa ta'ala to educate us, to educate human being, humankind. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, the day of judgment, believe in the day of judgment. And we are not here forever in the world. Okay, that there will be an end to us. But we'll be forever living the akhirah. And inshallah, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we'll be among them who have been given Jannah, who will enter Jannah. Inshallah, ameen ya Rabbal Alameen. And lastly, the belief in Qada and Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala. What is Qada and Qadar of Allah subhanahu wa ta'ala? You are destined to be here. You are destined to be in Irshad. Eh? You are destined to have the parents. They are your parents. Okay? This is all planned by Allah subhanahu wa ta'ala. So, I think that's all from me. Inshallah, we'll see again next time. Or tazkira, maybe not from me, from the other teachers, inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.